الواعي. معانا على التليفون دلوقتي استاذ اكرم القصاص الكاتب الصحفي رئيس تحرير اليوم السابع. مساء الخير يا استاذ اكرم، اهلا وسهلا بحضرتك. النور، اهلا وسهلا. اهلا اهلا بك يا استاذ اكرم. استاذ اكرم، يعني المشهد انت متابعه ازاي بكل تفاصيله؟ مصر بتعمل ايه؟ بتطلع ازاي لقدام؟ والمخططات اللي احنا شايفينها وازاي رد الشعب المصري عليها؟ هو الحقيقه الموضوع من الاول المصريين خدوه على اساس انه كوميديا. وهو دي مش اول مره يعني الناس تضحك على هذه المشاهد الغرائزيه، لان المصريين ما كانوش فاضيين والدوله كلها مش فاضيه، وعندنا إما أعتقد نجاحها مبهر ويتفوق على كل التوقعات. وزي ما أنت أشرتي، هو كان الهدف إن هم يشوشوا على الموضوع، والحقيقة يعني يستغلوا ناس تقعد تشوشر أو يتدخلوا أو يحاولوا يستغلوا القمة لأسباب هنا أو هناك. كل ده ضاع في سبيل إن إحنا في إخلاص حقيقي لهذه القمة، وشفنا حجم الحضور اللي فاق طب 26 والتعهدات اللي موجوده وحجم الحضور والتصريحات اللي هي ما كانتش تصريحات سياسيه، ده كان نجاح موضوعي جدا للموضوع. فطبعا كل ده احنا بنتكلم على سياق نجاح مبهر وترتيب وتعهدات، والرئيس عبد الفتاح السيسي في الافتتاح يعني اطلق النداء العظيم لوقف الحرب، وشفنا تجاوب من كل الدول سواء الاقليميه او الدوليه، وشفنا الرئيس الامريكي ورئيس مجلس النواب وجون كيري والتعهدات اللي حصلت، وانه مصر مقدمه بدائل ومقدمه حاجات يعني بدائل مختلفه للتمويل وتبادل الديون وافريقيا وغيره. فالمشهد اللي انت بتتكلم عليه الحقيقه من بدايته مضحك جدا، بيكلموا بعض ويصدقوا نفسهم او مش يصدقوا. هم طبعا بيحاولوا طبعا يبرروا اللي هم بياخدوه من فلوس اللجان والزباب الالكتروني، والحق ومرعوبين وخايفين. كان مصر بينزل عادي جدا، بدليل ان جنينه الحيوانات امبارح كانت في الفل مليانه الشوارع، الناس نازله تتكلم وتفرح، والاحتفالات التلقائيه اللي حصلت ده كان يعني احنا بنقول ايه، احنا مش مهتمين وشغالين وكل حاجه، بس بنقول لكم كمان ايه، بنكدكم موجودين ان احنا حراس البلد يعني. وزي ما انت اشرتي فكره انه ادراك ووعي لدى الشعب المصري. الازمه العالميه موجوده والناس متابعاها على الهوا، يعني مش مثلا احنا بندعي او غيره. انه المصريين على مدى سنين بيبنوا، وفي ارهاب واجهوه وهزموه، وفي بنى وفي حركه، وفي ازمه اقتصاديه موجوده في العالم كله. نتضايق ونتعب ونشتكي وكده، بس في النهايه لا، الدوله والبلد حاجه ثانيه. عارفين القوات المسلحه، عارفين الشرطه، والناس اللي امبارح كانت بتتعامل بشكل يعني لذيذ وبيضحكوا وبينكتوا، وشفنا السوشيال ميديا حولوهم الى اضحوكه، وهم فعلا اضحوكه، لانه الحق خايفين ايه؟ هو في حد خايف بيمشي بالطريقه دي؟ بيعمل مؤتمر دولي كمان، احنا العوائد هذا المؤتمر بس توصيات او علاقات او زيارات قيادات يعني رؤساء ورؤساء وزراء وغيره وتفاعل، لا كمان احنا عوائد مباشره للسياحه، الناس الرؤساء والوفود كلهم اللي بيقولوا هنرجع تاني. اعتقد انه كمان احنا هذه محتاجين نستثمر هذا النجاح في السياحه وفي الكوادر العظيمه الشبابيه اللي ادارت هذه القمه بكفاءه عاليه جدا بتتفوق فيها على دول كبرى، ودول الكوادر هيصنعوا كوادر اخرى ان شاء الله، وهيبقوا دول اللي بيديروا اللي احنا شايفينهم. وده انجاز ازاي الرئيس وثق في عدد من الشباب، والنهارده هؤلاء الشباب كوادر مهمه تقدر تولد كوادر اخرى، ونقدر نقول ان الشباب بيشارك سواء متطوعين 50 شاب ومتطوعين وشباب جامعه، نظموا القمه باعلى مستوى من الكفاءه والنجاح، وشفنا ده. فالدعوه دي يعني الدعوة دي كانت مضحكة وما زالت مضحكة الحقيقة، وطول عمرنا بناخدها كده، وكل سنة في معادين ثلاثة كده بنتعامل معاهم، يعني شوية ناس يعني بيتكلموا أي كلام شمالين يعني. عاوزين طبعا يبرروا، في جهات بتدفع فلوس بتمول نفسهم، كان القمة دي تبوظ. وشفنا حتى في القمة نفسها ازاي الدولة المصرية تعاملت بشكل راقي جدا مع دعوات ومحاولات، كانت محاولات ابتزاز ومحاولات غيره، وفهمتهم انه في حاجه مهمه جدا، انه الدوله بتشتغل بقوانين ودستور، وانه احنا المصريين بس اللي يطلبوا، واحنا
نستجيب ليهم. شفنا قبل كده لجنه العفو او الحوار الوطني، في حوار وطني في 2001 طلعوا طبعا للقوانين والدستور وسلطات الرئيس، هي دي السكه الوحيده، ما فيش سكه ثانيه. وكانوا بيتكلموا لا وبكره وبعده، كان لازم يعرفوا ده. وشفنا النتيجه الحقيقه، ان فكره الاستقواء بالخارج عليها في بواب محدده في الدوله المصريه تخبط عليها، الدوله المصريه هي اللي بتفتحها وبتقفلها وبتتعامل معاها. غير كده محدش هيعمل ده. فده الانجاز الواضح للدوله، واظن المصريين والوعي بيقدموا دروس مختلفه، مش بس والله لمصر، لدول كثيره جدا. صحيح. مدى ادراكهم انك تحافظ على بلدك مؤسسه الدوله. صحيح. شكرا جزيلا استاذ اكرم. استاذ اكرم القصاص، رئيس تحرير اليوم السابع.